لينا حسان، اهلا بحضرتك. اهلا بيك، ازيك؟ ممكن حضرتك تعرفينا عن نفسك؟ انا دكتوره امينه حساب، استاذ التحاليل الطبيه في كليه طب جامعه اسكندريه، ورئيس مجلس اداره معامل حساب. اهلا بحضرتك. دكتور، كنا عايزين نعرف ايه راي حضرتك في المؤتمر السنه دي كارديو اتلس؟ لا، بسم الله ما شاء الله، طبعا تطور جامد عن السنه اللي فاتت. واضح ان عدد الدليجيتس زاد، في تجديد كمان عن السنين اللي قبل كده، طبعا انا بحضره من يوم ما ابتدى يتعمل، ففي افكار لذيذه جديده مشوقه، وانتر اكشن مع الناس اللي بتحضر، وحاجات باراميديكال، يعني الحته بتاعت الكارير والحلوه لذيذه قوي السيشنز دي، وجايبين ناس جامده قوي تتكلم فيها. دكتور، كنا عايزين نعرف من حضرتك ايه ممكن التشيك ابس لتقليل فرصه الاصابه بامراض القلب؟ عادة نتكلم الأول، نبتدي على البالغين. البالغين دايما لازم يعملوا تشيك اب كل 3 سنين لصورة دم كاملة، علشان لو في أي أنيميا أو أي أمراض في كرات الدم البيضاء أو الصفائح نعمل لها تشخيص بدري. بنعمل كشف عن السكر، لأن ده من الأمراض طبعا المنتشرة، والدهون في الدم، كوليسترول وأنواع الدهون دي. الدهون مهمة جدا، لأن العلو في الدهون بيعرض الإنسان لتصلب شرايين، وده اللي بيعرضه لجلطات في القلب. من الريجولر تشيك اب طبعا بنشوف وظائف الكلى والكبد، وبنعمل تحليل دم خفي في البراز، علشان ده كشف مبكر عن سرطان القولون. فالتشيك ابس دي مهمة، الواحد ما يقعدش كده سنين ما يعرفش حاجة عن نفسه. لو في تاريخ في العيلة ان مثلا حد من الوالدين عنده سكر، يبقى كشف عن السكر لازم يتعمل كل سنة مش كل 3 سنين. وطبعا لو في تاريخ في العيلة ان حد عنده ارتفاع في دهون الدم، اي نوع من انواع الدهون، برضو ده يعملها كل سنة، علشان الحاجات دي لما بنكتشفها بدري التعامل معاها بيخلي البني ادم ما يجيلوش المشاكل او المشاكل او السايد افكتس اللي ممكن تحصل من الامراض دي. بالنسبه للاطفال، عشان احنا ابتدينا بالبالغين، برضو الاطفال لازم يتعمل لهم تشيك اب لمستوى الدهون في الدم، خصوصا لو في حد في العيله بتاعت الطفل عنده ارتفاع في الدهون. من سن حوالي من 12 ل 15 سنه يتعمل لهم، اكثر عرضه ان هو يبان عليه لو في العيله، لو في تاريخ عائلي اللي بنسميه فاميلي هيستوري، لازم يعمل. وفي التشيك ابس دي احنا دلوقتي مش شرط ان نخلي العيان يصوم مده طويله عشان نقيس الدهون في الدم، ممكن تتعمل من غير صيام، ودي بتريح العيانين، هما ما يضطروش يصوموا مده طويله، وخصوصا الاطفال. كمان في الكبار لو عيان عنده سكر فمش بيبقى سهل انه يصوم مده طويله، فدلوقتي احنا ممكن نحكم على صحه العيان بقياس الدهون من غير صيام. دكتور، كنا عايزين نعرف ازاي كيفيه متابعه مريض القلب، يعني ازاي نتابع حد؟ بصي يا ستي، دلوقتي مريض القلب اول ما بيتشخص ان هو جاله مثلا جلطه في الشريان التاجي، طبعا بدايه العلاج بياخد موانع للتجلط، دي لازم بنقيس كميه الموانع دي، بنعمل لها متابعه في المعمل علشان مستوى الدواء يتظبط. بعد كده العيان بيمشي مده على ادويه ثانيه، انواع ثانيه من موانع التجلط، برضو الكميه اللي بياخدها بتتظبط بالتحليل. فاحنا بنفهم العيان بقى ايه اللي بيأثر على نتيجة التحليل، علشان نظبط نسبة الدواء. لازم نعلمه ايه الاكل اللي بيعلي او بيوطي نسبة الدواء، ايه الادوية اللي ممكن تتعارض مع هذا العلاج، وبنعمل له تحليل كل اسبوع، كل اسبوع لغاية ما نظبط مستوى الدواء في الدم. بعد ما يتظبط بنطول بقى المسافة بين التحليل والتاني. طبعا في انواع جديده نزلت اللي هي مش محتاجه متابعه في المعمل، يعني العيان بياخد الدواء ومش بنظبط كميه الدواء بالتحليل، بس دول لسه ما انتشروش قوي لان هم غاليين من ناحيه، ولسه في حاجات ما نعرفهاش عنهم. فالدارج اكتر هي الادويه اللي بتتاخد بالبق مش حقن، وبنتابع المستوى بتاعها بالتحليل.
طبعا لان انت المريض لازم تكون كميه الدواء اللي بياخدها ما هياش قليله بحيث انه يبقى زي قلته، ولازم ما تعديش نسبه معينه عشان ما يجيلوش مشاكل سيوله. فعشان كده بنتابع العيان بصفه منتظمه، ودايما بنقعد معاه ونفهمه ونتكلم معاه عشان نعرف التفاصيل، عشان لو النسبه اتغيرت التحليل لازم نعرف اتغيرت ليه، نقوم نعرف نديله النصيحه الصح. ميرسي جدا دكتور أمينة، سعدنا جدا بوجود حضرتك معانا في كارديو أليكس. العفو يا فندم.